العباقرة مدارس الموسم 14 مباراة في دور ال 32 وهفكركم بالنتيجة. الشهيد أحمد الرفاعي طنطا الغربية 20، كلية رمسيس غمرة القاهرة 10. كلية رمسيس عندنا تغييرين، إلهام أحمد نزلت مكان ماريا رضا، وفيرجينيا جوزيف نزلت مكان سيلينا سامح. فيرجينيا جوزيف، ازيك يا فيرجينيا؟ الحمد لله. مهندس الطاقة، احكي لي بقى. هو في الأول أنا كنت بفكر قبل ما أدخل ثانوية عامة أنا إيه الحاجة اللي بحبها، لأني مؤمنة قوي إن لو الحد بيشتغل حاجة اللي بيحبها هو هينتج فيها أقصى حاجة. فلما قعدت أفكر اكتشفت إن أنا مهتمة قوي بموضوع البيئة والجلوبال وورمينج، فحسيت إنه أنا عايزة أعمل حاجة في المجال ده، عايزة أساعد. فلو أنا اشتغلت مهندسة طاقة متجددة فأنا هقدر أساعد بلدي إن إحنا محتاجين نزود عدد المحطات الشمسية، محتاجين محطات الرياح، محتاجين حتى نبدع وننتج طاقة، يعني طاقة مختلفة جديدة مش في العالم كله ونصدرها، لأن ده زي مثلا الجرين هيدروجين اللي مصر دلوقتي بتنتجه. فحسيت انه انا هبقى في المكان ده سعيده لو انا فعلا بدي وبخدم في المجال ده. يعني بصي، انت بتتكلمي بشغف وبحب، واضح ان انت كمان مهتميه بالبيئه جدا، فهاي ربنا يوفقك. الهام احمد، ازيك يا الهام؟ الحمد لله. دكتوره اسنان، اشمعنى اسنان؟ يعني المجال عموما حاساه ممتع، خصوصا في حته الطب. ممتع طبعا، اللي هو مختلف، بتحب يعني تعذب الناس، ما فيهوش اي متعه خالص. عمرك شفتي واحد رايح عند الدكتور الأسنان مبسوط؟ لا، مفيهوش أي متعة. ده أنا عايز أقولك حاجة، أنا أول ما بحس إن في حاجة في أسناني بتوجعني بكتئب. ليه؟ ببقى عارف إن أنا رايح لدكتور الأسنان قريب. لا لا، أنا هغير الموضوع. يعني فكري كويس. لا، غير بقى لو الناس جات لك تعبانة ومشيت من عندك مستريح. أيوة إن شاء الله بقى. ده موضوع تاني بقى. على العموم طبعا حلم، ويا رب تحققيه ان شاء الله. اتمنى لك كل التوفيق. وعندنا تغييرين، مدرسه الشهيد احمد الرفاعي ايه محمود نزلت مكان اسراء شلبي، واحمد متولي نزل مكان رضا سليم. احمد متولي، ازي حضرتك؟ عايز تعمل مستشفى ان شاء الله؟ كلمني عن المستشفى. هو انا في الاول كنت عايز اخش طب بشري، يعني اخواتي الاكبر مني الاثنين في طب، اللي اخت الاكبر مني في طب، يعني فحبيت المجال، فحسيت ان كل ما ادخل طول الطب لوحدها فمش هتفرق كتير، انما لما اعمل مستشفى مثلا او كذا مستشفى مثلا في اماكن مختلفه ده اللي هتفرق اكتر. والله بص، احلام حلوه كبيره، ولكن علشان تتحقق عايزه شغل جامد جدا. اكيد طبعا. يا محمود، يا سلام على الطيبه. انظروا الى هذا الحمل الوديع. جراحه عامه، يا سلام. ما شاء الله. ايه يا جماعه، مالهم البنات عندكم؟ في ايه؟ اشمعنى جراحه عامه؟ ما اعرفش، وانا بحس ان انا بستمتع وانا بتفرج على حاجه زي كده. بتستمتعي والناس عماله تفتح وتشرح وتشوف، وصح؟ يعني مثلا لما يكون في جرح او كده، يعني مش اللي هو لا مش هبص، لا عادي ببص واتفرج واحب اشوف ده، يعني الخياطه ازاي، شكله عامل ازاي. يعني والله قلقان من مدرسة الرفاعة، أنا قلقان منكم، مش فاهم، في أجواء كده مش مريحاني، ربنا يستر. ودلوقتي مع الفقرة التانية، فقرة المعرفة. المعرفة. فقرة المعرفة أربع أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أول اتنين فيرجينيا جوزيف وسارة ياسر. سارة ياسر وفيرجينيا جوزيف. وسؤال في المعلومات العامة بعشر نقاط، سؤال سهل محتاجين تركزوا. معلومات عامة، والسؤال هو: يقع أقصر جسر في العالم بين البرتغال ودولة أخرى، فما هي؟ أسبانيا. طبعا إجابة صحيحة. اتبنى في 2008 طول الجسر حوالي 3 متر وعرضه حوالي متر ونص. موضوع غريب جدا، يعني ابقى في اسبانيا اروح البرتغال في 3 متر. النتيجة اتغيرت 20-20. عندنا سؤال في الرياضة، ماروسكا واحمد متولي. احمد متولي وماروسكا، ماروسكا
تحب الكرة؟ أيوه. بس السؤال مش في الكرة، رياضة. والسؤال هو في أي رياضة دخل البطل المصري صدام كيلاني موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2020؟ مش قادر أقول عليه أي معلومة غير إن هو كسر رقم قياسي لواحد تركي. سباحة؟ هارد لك، إجابة خاطئة. مش سباحة. هخمن. تفضلي. تايكوندو؟ يعني هو قال سباحة وكان قرب. غطس؟ أيوة أيوة، 145 ساعة و25 دقيقة و25 ثانية تحت المية، يعني بتكلم في 6 أيام تحت المية. ده كان في دهب في البحر الأحمر. نحيي كلنا صدام كيلاني البطل المصري. طبعا يا ماروسكا غلطانة، كان مفروض تفكري أحسن كده شوية. أرضك، إجابة خاطئة. تفضلوا. سؤال في التكنولوجيا، بارثينا وآية، آية وبارثينا. تكنولوجيا. والسؤال هو ما هو أقصى عدد من الحروف يمكن لموقع جوجل ترانسليت ترجمته في المرة الواحدة حتى عام 2022؟ كام ألف؟ جوجل أطلقت خدمة الترجمة في 2006 وتوفرها لأكثر من 100 لغة. كم ألف؟ كم ألف حرف؟ 5000. يا محظوظة، إجابة صحيحة. يا محظوظة يا إيه. إلهام وصبحي، صبحي وإلهام. محظوظة. قدرات ذهنية. والسؤال هو حل المسألة الآتية، 48 في 8 على 4 في 48 يساوي كام؟ 48 في 8 على 4 في 48 يساوي كام؟ سؤال مش سهل. ربما 80. هارد لك، إجابة خاطئة. 1178. يا إلهام، إجابة خاطئة. 4608. النتيجة في نهاية الفقرة 30 الشهيد أحمد الرفاعي، 20 كلية رمسيس للبنات. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. فقرة الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أسئلتنا هتعتمد على السرعة. ليكوا أنتوا التمانية، إيدينا على البزر يا متولي. سينما ومسرح. والسؤال هو ما هو أول أفلام وولد ديزني يدبلج للغة العربية؟ الفيلم ده صدر 1937. إجابتك سنو وايت. سنو وايت إيه؟ كده أنت قلت لي نص الإجابة. والأقزام السبعة. إجابة صحيحة. طبعاً طبعاً. اللي قامت بالأداء الصوتي لسنو وايت فاطمة مظهر، والملكة الشريرة ميرفت سعيد، والراوي كان الراحل القدير عبد الوارث عصر. برافو عليك يا صبحي. 40 الشهيد أحمد الرفاعي، 20 كلية رمسيس. أغاني وموسيقى. والسؤال هو من هو الفنان الذي غنى تتر البداية المسلسل بين السماء والأرض؟
الأغنية اسمها ممثلين، كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل. مدحت صالح؟ مدحت صالح إجابة خاطئة، مش مدحت صالح. لا بقى لا بقى بتخوفيني كده. مصطفى حجاج؟ مصطفى حجاج آية محمود، مصطفى حجاج إجابة خاطئة. رامي مين بقى؟ رامي صبري. رامي جمال، رامي جمال. السؤال الثالث لوحات ومعالم، والسؤال هو في أي دولة اسكندنافية تقع قلعة سومنلينا؟ اتبنت في القرن الـ18، تراث عالمي لليونسكو من سنة 1991. النرويج. النرويج إجابة خاطئة. اتبنت على 6 جزر عند مدخل ميناء هلسنكي. السويد. هلسنكي السويد. لا طبعا يا باراثينا، إجابة خاطئة. هلسنكي دي عاصمة ايه؟ فنلندا. هم قالوا لي قولي السويد، وانا قلت حضرتك بتدبس. اتبنت اثناء الحكم السويدي لحماية المنطقة من التوسع الروسي، ولكن هي طبعا في فنلندا. اخر سؤال في الفقرة، سرعة البديهة، والسؤال هو وفقا للأبجدية الإنجليزية، كم عدد دول الاتحاد الأوروبي التي تنتهي بالحرف Y؟ كم دولة في الاتحاد الأوروبي بتنتهي بالحرف Y؟ 7 ثواني. 3 ثواني. ألذ حاجة إن أنتوا بتقعدوا تتناقشوا وأحمد متولي بيجاوب لوحده. سمعنا. عجباني أوي اللعبة دي. إجابتك 2. إجابة خاطئة. هما مش 2. هنخمن 4. فيرجينيا طبعا إجابة خاطئة. هما إيه التلاتة؟ ألمانيا وإيطاليا. جيرماني إيطالي. إيطالي وجيرماني وهنجري. مجر. هما تلاتة. النتيجة في نهاية الفقرة 40 الشهيد أحمد الرفاعي طنطا الغربية، 20 كلية رمسيس غمرة القاهرة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 30 نقطة فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة بـ2000 جنيه بما يساوي 60,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 120,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر. هذا البرنامج برعاية